jongen. هي الهزيمه هزيمه غير متوقعه بطبيعه الحال، لان كما شاف الجماهير ان سميتو الشباب تلاصق الفار دار اللي عليه، الكره ما بغاتش، وهذه هي الكره. يعني كما تنقولوا حنا يعني من يوم تتكون عليه ليك ومن عليك، والحمد لله حنا تنتمنى باش نصدركم ان شاء الله هذه الهزيمه، والمقابله الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نحققوا ان شاء الله الانتصار، والحمد لله على اي يعني الفريق ديالنا تعرف الاستقرار. وهذه هي اي المحب، انا من هذا المنبر تنوجه واحد النداء للمحب ديال الغيور عندنا نادي جبهه لاصق الفرا باش يعاونوها ويشجعوها في هذا الوقيته بالضبط، يعني لان الهزيمه تدخل في اللعبه وهذه هي كره القدم. وعلى اي انا الحمد لله متفائل بزاف الحمد لله، ولا خوف على فريق جبهه لاصق الفرا. افاق الحمد لله حنا تنلعبوا كما تنقول من الاول تنلعبوا على المنتهى. الحمد لله حاليا ترتفعوا في واحد الوضعيه بالنسبه لجدول الترتيب، في واحد الوضعيه امنه ولله الحمد، وتنتمنوا الحمد لله تنلعبوا على الفئات الشابه كما تنقول في اول التصريح، ودائما تنلعبوا عليها تنهضروا وتنعاود نقولوا الحمد لله. والافاق الحمد لله حنا غادي تكون افاق مستقبليه ان شاء الله زاهره. والميزانيه الجانب المادي تنجيروه باللي كاين حاليا، الحمد لله باللي كاين، كان عندنا نقص من ناحيه الجانب المادي ولكن تنجيروه الحمد لله باللي كاين.